والله احنا مشكلتنا هاي اكو هذا الشارع منا متروك يعني حتى ما يسرع السير، وذاك الشارع متروك بيه شنابر، والشنابر كلها اصحاب عوائل اللي ماجر بيت وقاعد بيه يدفع ايجارات ومن شنو. فاحنا هم اذا يريدون يسوون شو اسمه كشك نموذجي فشي ياجروننا احنا ناجر عادي ما عندنا مانع. ذكرهم على مود الصبات يقول لك على اساس امر رئيس وزراء يشيلون الصبات، احنا من نشيل الصبات راح نطب عليكم لازم نفلشوا. ما اعرف هو حتى لو في حول الشارع طب السيارات ما في يعني هي سيارات ما تستفاد، هذيك كلها عمارات والطبه من يوم سيد الحليب ويطلع على قرطاج شارع فرع صغير ما له تاثير على السير كله ابدا، وهذا هم كذلك منا على شارع الاميرات. ما اعرف شنو يعني الفكره مالتهم وليش ما نعرف، يعني احنا اصلا السوق واقف واحنا جايين ننتظر تخلص امتحانات مال الثالث والسادس حتى نشتغل نقدر العالم تطلع ونشتغل، هو السوق واقف من تعبه واحنا مطلوبين الفلوس من السوق بالشورجه وغيرها. فاحنا قلنا على اساس بكت خلال شهر يبدي السوق عندنا هم مال العيد نقدر نصفي بضاعتنا، هم انطونا اسبوع ورحنا عليهم ما قبل، لا يستقبلنا هذا المدير مال علي جار الله ما ادري شنو ما قبل ابدا، ولا طلع لا هو ولا المساعد مالته المعاون ما يقبل. رحنا لعمليه بغداد قالوا احنا مو يمنا يمهم هم احنا علينا نشيل صبات بس هم دي يفرجوكم وما دا نعرف الحل وين نلاقيه. والله مشكلتنا يوم الاربعاء هذا الفايت انطونا انذار تقريبا يوم 19 خلينا قطعة إذا شفتوها بداية السوق إزالة التشنابر والبسطيات. طبعا إحنا السوق هذا مغلق من سنة يعني إذا قلت لك من 98، يعني إحنا السوق من 98. السوق اسمه سوق غازي، يعني السوق كلش قديم ما بي أي منطقة سكنية كلها محلات وعمارات. إحنا أقل واحد بالشنبر اثنين يعني عائلتين، يعني مثلا أني ومثلا أخوي اللاقم هذا صاحبي وجايب له عامل وياه، يعني كل واحد يعني عائلتين بالشمبر الواحد. فانطونا يعني بدون سابق انطونا 7 ايام. زين احنا اقل شمبر او اقل بسطيه اذا ما مطلوبه لها او ملتزمه بالالتزامات ب 10 ملايين قليله 10 ملايين، يعني انا اقل محل مطلوب بس 10 ملايين، شلون واحد يفكها 7 ايام انا اصفي بضاعه حتى لو اعطيها توزيع ما تخلص ب 7 ايام. فالموضوع انه انطونا طالب يعني من رئيس الوزراء من الامينه انه نطالب بانه انطونا تريث بهذا الموضوع في سبيل نصفي الامور مالتنا. واغلبنا احنا خريجين، يعني لا اكو تعيين للخريجين ولا اكو يعني سبل اخرى، خلي يسوون لنا صوره حل. يعني اهل شنابر تقريبا تطلع لها اكثر من 500 شنبر، يعني تقريبا 1000 عائلة. أي تأثير ما عندنا على الشارع، يعني هو شارع أصلاً مقطوع، الشارع الرئيسي المفتوح هو اللي يطلع على الرواد، هو يطلع من يم الترافيك لايت وينزل على المنصور وبعدين يطب على الشارع عريض وما بي أي تأثير وما بي أي يعني انقطاع. إحنا بالنسبة لنا يعني شنابر وسوق رسمي صار تقريباً محصور، العوائل ما مشتكي من عندنا والناس ما مشتكي من عندنا، يعني حتى المحلات ما مشتكي من عندنا. احنا بيناتنا اصلا اي مشكله ما صارت، يعني انا من جيت ب 98 للان ما شفت مشكله بالسوق مالتنا، اي مشاكل كليتنا اخوه ونبيع على باب الله ويعني مفايدين العالم ومفايدين انفسنا. احنا ايش قد نربح؟ نربح لنا في شيء بسيط على مود علاقه مالتنا. احنا اجت الامانه بغداد ذبت لنا هنا قطع يعني كل منافذ السوق بازاله البسطيات وازاله الشنابر. زين هاي الناس كلها اصحاب عوائل، كلها عندها ايجارات يعني بيوت وكلها اصحاب اطفال وكلهم خريجين وكلهم هاي راحوا للدوله وراحوا لهذا يعني يريدون تعيينات ما حصلوا. شو تسوي؟ اجوا هنا فتحوا
مو هم اليوم البارحة يعني كان أبوه هسه هو يعني الابن صار هنا فشنو البديل لهم؟ ماكو كل بدائل زين وناس كلها على باب الله وجاي تسترزق هنا. أنا رجال صاحب محل يعني أنا واحد من الناس عندي قدامي شنابر اثنين ما مأذيني يعني أنت هسه مثلا نكون واقعين أحكي هالشي هسه أنا واحد من الناس رجال أطلع لي برا أسوق ومن أنا من الشارجة أسوق مطلوب هنا ومطلوب هناك الشنابر هاي خطية هم نفس الشيء هم اللي مطلوب بتركيا اللي مطلوب هنا بالشسمه بالشارجة زين كلها داخلة بسلف وكلها والناس عايشة ولا لها علاقة وهنا يعني شلون نقول كل الطوائف هنا وكنا أخوان وكنا هاي لا اليوم الباح يعني قد صارت الطائفية صارت هاي الحمد لله والشكر الناس كلها قلب على قلب ومرتاح وقاعد تاكل لقمة العيش وتروح للماء اكو امور خفية ما نقدر نحكيها والعالم كلها تدري بيها هاي يعني كل الصغير والكبير كلها يعرف بيها مصالح مادية واحنا على باب الله كلها جاية تاخذ لقمة العيش وتروح للبيت. وهذا سوق ما مأثر يعني لا حركة سير ولا عايق كل شيء فاللي احنا نرجو من الحكومة ان تراعي ظروف هذا هاي العوائل اللي موجودة وهاي الناس اكثرهم خريجين انا دا احكي وياك كم برمال شايز غيرون عندي ابني خريج كلية العلوم واحد مهندس زراعي وبن خالي خريج آداب جغرافيا وعلاقتهم كل الناس يدرون بها يعني عندهم كم برمال مال نراقيل وشايات يعني 25-30 ألف دينار خلي الحكومة تنظر لهاي الشباب هاي الناس الموجودة كلها الخريجين هاي وتراعي ظروف يوفرون بديل من طول مجال مدة 6 أشهر سنة يعني مو سابق انذار ب10 أيام وأني أجي ألزق ورقة وباكر أجيب الشفرات وأمشي يعني ما يصير هذا الحل زين ماكو خلي توفر فرص عمل أماكن بديلة لهاي المحلات تبنالنا تنطينا أماكن كل واحد ينطونا فد 25 متر مربع يبنى له محلين ثلاثة هاي خلي نطول مجال هاي البضاعة اللي خسران كل واحد خسران له دفتر وشدة وشدتين وثلاث شدات شلون راح يصرفون هاي الغراض مالتهم وين راح يودوها وهاي العوائل اللي مأجلة منا وثانيا اذا بقت هاي المحلات الموجودة حركة السير منا هم تعيق العمل وتعيق العوائل وتعيق كل شيء وما مأثرين لا عائلة مشتكية ولا مواطن مشتكي ولا جيش ديمرون ولا مشكلة اكو الحمد لله هذا السوق يعني من دون كل الاسواق اللي موجودة بمحافظة بغداد ما يوم صارت بيه مشكلة وما يوم صار بيه حريق وكل الناس متعاونة واحد يحتاج يوقفون وياه واحد يحتاج مساعدة كل الناس تفزع وياه فاحنا يا حكومتنا انتبه على هاي الشباب انتبه على هاي الناس نريد مكان يعني بدائل لهاي المكانات وفلها الله بالمروة يعني انت يا أمينة العاصمة يا محافظ فلاح الجزائري يا ذكرى علوش انظري مثل ما تنظرين عائلتك انظري العوائل هاي الأخوة هاي الشباب الموجودة هم عندهم أطفال تريد تعيش هم عندهم يريد يكونون بيتهم وهاي الشباب اللي يريد يتزوج 3/4 90% ما متزوجين. ناشد أول شيء رب العباد رب العالمين وناشد الحكومة وناشد رئيس وزراء عادل عبد المهدي وأمينة بغداد تنظر على العالم وهاي الفقرة زين كلها أصحاب إيجارات كلها خريجين زين ماكو واحد كلها فقرة عالم فقرة ومسالمين زين ما عندهم لا أدي على واحد ولا أبي زين هذا شارع فرعي إذن مفتوحة كل الشوارع لاكو بيت يشتكي علينا لاكو عائلة سكن كلها تنابر محلات وسوق قديم زين 10 امتار طول هذا الشارع وذني شوارع وما مأثر اصلا لا على ازدحام ولا على كل شيء الله وكيله ولا حركه سير مأثر نهائيا زين عالم فقره جاي تسترزق على باب الله تاخذ علاقته وتروح ماكو غيره لا نبني بيوت ولا قصور ولا عمارات الله وكيله زين الله شاهد عليه وهاي كل يشهدوه زين لا كلها فقره عمي كلها عالم فقره وكلها خريجي عمي وفر لنا فرص عمل الله ومحمد عليها نعوف ذن التنابر نعوف الأول والتالي زين سوونا أشكاك نظامية زين وخلونا هي قد يعني كل واحد قد متر مترتين رحمة الأهل أطلونا حال عمي يعني هاي عالم ألف فوق 1500 عائلة وين تروح هاي وين تلتجي على يا طريق أكو عمل لو أكو عمل ما يخالف عمي أكو عمل الله وكيلك أعوف بسطيتي وأعوف جنبري وروح تعدي أهل رحمة الأهل ما عدي شيء كل عالم فقرة هاي كلها تريد تعيش
ما نريد عمي كله خريجين، لا نبني بيوت ولا قصور زين ولا ملايين، الله وكيله مطلعين هالعلاقة علاقتين وابوك الله يرحمه زين، هال عنده خمس جهال هذا عنده سته، وين يروحون ذولا؟ وين يروحون؟ اكو بديل عمي، شوفوا لنا بديل والله دقيقه ما نبقى هنا، الله وكيله. كل واحد عنده ثلاث عوائل واربع عوائل عايشة على هالشناب رايح، ومسدود هذا الفرعي من 2000 من الالفينات مسدود، ومنطقة تجارية هاي مو سكنية اصلا، تبوع ولا انذار مالنا يوم الاربعاء اخر يوم، وين نروح من نشتكي من نقول نتناشد الخيرين والطيبين منكم، رحنا للامانه رحنا العمليات بغداد ما حد استجاب لنا وما حد اي عمل سوانا، ما ادري هو هذا اصلا الشارع مسدود، شارع منطقة تجارية هاي اصحاب عوائل احنا وين نروح؟ شوفوا لنا شاره. والله حول ازاله هذه التناور، احنا كل مكان عايشه عليه اكثر من عائله، واحنا اذا ازالونا من هذا المكان وين نذهب؟ نزيد من المعاشي الدمار، المول اللي انطانا اياها مده اسبوع قليله بالنسبه الى هيك حاله ولا هيك وضع. يعني على هالوضعيه هاي مال الشنابر، يعني هسه اذا تحسب بال 3000 عائله هذا السوق كله، 3000 عائله شو يسوون؟ بوقون؟ كتلون؟ زين احنا قعدناهم على الكراسي يفيدونا لو يشيلونا؟ خلينا نفتهم، خلي يسوون لنا حل، مو يشيلونا وهاي هي روحوا، رواتب عندهم، بيوتهم ملكهم، وارقى بيوت وارقى شغل عندهم، زين احنا هاي وين نروح؟ كل واحد برقبته 4 جهال وثلاث جهال وخمس جهال، شو ياكلوهم؟ خلنا نفتهم لازم يسوون حل، ما يشيلون الشنابر، ما يجون يشيلون الشنابر، هاي كلها عوائل، ما يصير هالشيء، لان اصلا شيل 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 وين يروح؟ هذا المواطن هذا هم عنده عائله وعنده بيت وعنده ايجارات وعنده مستلزمات مولده انترنت، هاي كلها محسوبه على البيت، علي وعليك وعلى اي واحد، هذا الشعب هذا شوفه كله الشعب العراقي هذا كله يريد له حل، شو يسوي؟ مطالب يجون ما يخالف تنظيم ننظم، مو اكو خربطه شويه ننظم، بس مو مال اجي تعال وشيل، زين عندك حل مقابل هالشيء؟ عندك فد مكان تسوي لنا اياه واحنا نروح به؟ لو هي هاي شيل وروح هذا هو الك الله، ماكو شيء باي دوله بالعالم، ماكو شيء. اول شيء احب اذكر شغله واحده، انه هو اصلا الفتره اللي نطوها اللي هي ما تتجاوز 4 ايام 5 ايام فتره كلش حرجه قياسا للي للتنابر اللي عندهم بضاعه ما يقارب الشده شدتين مثلا على سبيل المثال، هذا وين يصرفها خلال 4 5 ايام؟ فاحنا ناشد رئاسة الوزراء وناشد المسؤولين وهذا شويه، يعني يا اخي انظر بعينك وارحم بقلبك، مو تمام؟ خلينا نقول احنا خلينا نجي وياهم ونقول احنا خلينا نقول متجاوزين، وخلينا نقول احنا هم مادين حجاب صريح العباره مخربطين، وخلينا نقول يا اخي انت تعالوا شوف الوضعيه شنو هي، وهو هذا بالاضافه لان شغله اكد عليه انه هذا مو سوق، هو هذا عباره عن فرعين، هذا الفرع والفرع الثاني مال سيد الحليب، ومزودات صار لهم ما يقارب ال 13 سنه 14 سنه تجي انت بين لحظه وكذا وهذا تفلش ودي تطبط هذا، واكو شغله مهمه يا اخي احنا كليتنا يعني 75% 80% احنا خريجين اهل الشنابر والله العظيم، بس لو سوى احصائيه على الشنابر كليتهم اصحاب شهادات دبلوم وبكالوريوس اللي صار له سنتين وثلاث سنوات واربع سنوات مكمل، وبالاضافه الى انه مو منطقه شو اسمها سكنيه هسه طب من السوق، وبالاضافه الى ذاك السوق الثاني تلقى لك بيئه سكن على سبيل المثال تلقى لك في الشكوى زين صح سو صح شو اسمه احصائيه على المواطنين نقول لهم اكو شكوى، نقول لهم اكو شكوى يعني من قبل الناس من قبل كذا، بالعكس هذا السوق الوحيد اللي محافظ امانه الله ورسوله صار له 15 سنه كل شكوى ماكو عليها، اي غبار ماكو عليها من ناحيه تحكي لك الشنابر والمحلات،
ناس مثقفين، ناس واعين، عندهم معي ثقافي غير اللي تقيسه بغير المناطق على سبيل المثال. أنا ما دا حرضك على غير المناطق وكذا هذا، بس يعني يعني إحنا يعني نقول إحنا واجهت بغداد، إحنا المنصور وخرجين، إحنا كلنا أصحاب بكالوريوس ودبلوم وكذا وهذا. فالناشد الوزارة وعملية بغداد شوية يعني يا أخي أضعف الإيمان تريث. أنت مو تجي تدق القطعة هنا وقطعة هنا، والله خلال أربعة أيام ثلاثة أيام إزاعة الشنابر والبصيات والكذا والهذا. زين انت ليش تنظر لابو البصيه لابو الشبر بعين ضيقه بعين صغيره؟ ليش يعني ما دافتهم يعني ليش؟ السبب يعني ما اعرف يعني. هم كلتنا اصحاب عوام. انت تدري سوى احصائيه سعد السوق هذا كله ثلاث اربعة اجارات قاعدين، واجاراتهم يعني 600 و500 اجاره البيوت اللي قاعدين بيها. زين هذا وين يروح؟ بديل شنو البديل؟ اعطونا بديل. انتوا بمعرفتكم تدرون تدخلون بالسوق وترتبون الوضعيه، انتوا على معرفتكم انتوا شلون يعني فكركم شنو؟ انا مو راسا اجي والله هذا يسموه يعني محتاج التخبط العشوائي، مسامع التخبط العشوائي، انه يجي واحد يلا انت شيل انت شيل انت وخر انت كذا، ما يصير هيك. زين احنا يعني مجتمع، احنا والمجتمع العراقي مجتمع واحد يقولون عليه، وصار حضارات يعني هاي يعني الحضارات هيك يصير يعني؟ يعني على الاقل يعني شويه يعني اضعف الايمان يعني التريث يعني. وخلي يشوفون يجون الوضعيه، يشوفون هم بمعرفتهم يشوفون الوضعيه ويشوفون كذا. والله الناس هاي كلها متأذية صراحة، كلها أصحاب يعني قاعدين بيوت إيجارات، ها الناس يعني هي قوتها اليومي، هي هاي قوتها اليومي هاي. فإحنا اللي نريده شنو يعني؟ هلا تنهلا يعني بالمواطن العراقي. أنتوا الأنذار شو وقت جاكم؟ جانب ذاك الشهر يعني ما صار له تقريبا ثلاث أيام أو أربع أيام. قد المهلة؟ المهلة أسبوع واحد. أسبوع واحد زين. أنا شو صف؟ الله وكيلك هذا السوق كله ثلاث ارباعه يشتغل، اذا مو كله يشتغل بالديم، كلهم ذولا يشتغلون تجديد، كلهم يشتغلون تجديد، ماكو واحد يشتغل نقد، لانه تعرف السوق يعني وضعيه تعبانه والسوق كله تعبان، عموما السوق تعبان. فاللجوء من البلديه ومن امانه بغداد من رئاسه الوزراء الله يحفظهم، هلا شنو هلا بالمواطن العراقي. الوضعيه هسه تعبانه يعني، حتى لو يعني خلينا نقول صح احنا متجاوزين، وخلي يتحملونا شوي، خلي يعطونا شويه مولا، خلي نصف اللي عندنا، خلي يعطونا مولا شويه، خلي يمددوها مو مال اسبوع يعني. ناس اكو ناس استوها من السوقي، مو سوقي الله وكيلك بالدين، ناس من السوقي بالدين يعني. هذا وين يروح بالبضاعه ابو البسطيل من السوق له بكذا مبلغ وهو بالدين؟ وين يروح به؟ والله مشكلة، ومشكلة السوق هذا، السوق هذا قديم مو هسه استحدث، حتى انه صار له 30 سنة واكثر مسدود، الناس عايش عوائل عائلة وهاي. واحنا مو ضد قرارات الحكومة، بس على الحكومة ان كل الحكومات توفر عيشة كريمة للمواطن. خلص ما تقدر انت توفر لي عيشة كريمة، عوفني انا اعيش بعيشة كريمة وانتهى الموضوع. انت ليش بدك تحاربني برزقي؟ وتعرف انه زين انت خلص ما تحاربني برزقي، وفر لي بديل حتى انا انه هذا السوق انت والشارع محتاجه، انا اروح للبديل انت اللي موفر لي. بس انه لا بديل ولا انه تحاربني برزقي انه ماكو عيشه، ما ترى مال عائل صار يعني 30 سنه عايشين عليها، واللي قاعد ايجار واللي عنده ارتباطات. زين انت اكو انذار سبعة ايام، انذار اقل شيء يكون سنه سنتين، يا ترى هذا السوق هالشكل مو هيك يعني. هذا اللي نريده ناشدكم من خلال قناتكم الموقره، انه وناشد دوله رئيس الوزراء انه تنظر لهاي العالم بنظرة رحيمة، بنظرة عطوف، نظرة احنا ابناء الحكومة، احنا الحكومة مين هي؟ هي يعني من رحم هذا البلد، مو صحيح هم ابناء جلدتنا واحنا ابنائهم، فعليهم انه اكو تراحم، اكو صلة رحم، اكو مروة بالموضوع، انه مو قرار قطعي، انا ما جاي من عبر الحدود، انا ابنك، وانت الحكومة انت من ابناء هذا البلد ومن صلة هذا الرحم. فالناشد انه الرحمه والعطف بهذا الموضوع، انه عوائل عايشه بهذا السوق من يعني اقول لك من 30 سنه، مو هسه، السوق هذا مو استحدث هسه، صار له 30 سنه وشارع مسدود، شنو تذكرهم بهذا الموضوع؟ احنا مو ضد قرارات اي ضد قرارات الحكومه.
ما عندنا يعني ضد قرار اي مجلس بلدي او ضد قرارات بلديه، هذا شيء يخصهم، بس عليهم انه يوفرون بديل. هنا عوائل، هاي عوائل عايشه على هذا السوق وعندها ارتباطات وايجارات وهذا، فنرجو انه التريب شوف شلون انه شلون الحال يمهم بعد يوم الله يمهم. هذا احنا من قبل كنا في ذاك الشارع العريض، وبعدين من قالوا ذاك الشارع راح نفتحها راجعنا بيها، قالوا اختاروا مكان واحنا موافق عليه، قلنا انه اكو هذا الشارع ميت ما مفتوح اصلا ما بي سيارات ولا ذاك الشارع ايضا، قالوا طلعوا جماعه شافوه قالوا ارجعوا شيلوا منك حولونا لهنا، يعني موافقه عمليات بغداد وموافقه الامانه احنا جايين هنا. ها صار فتره سنين ومزوده من ذاك الوقت لحد الان، هذا الشارع معروف انه الشارع جنابر وموافقة الأمانة وموافقة عمليات بغداد. يعني حتى بوقتها أنا يعني سمعت، ما شفت بعيني، سمعت إنه قبل شهر ونص أو هاي يمكن السيدة مين جاي منها شافته، قالت هذا الشارع ما مأثر، يعني ما مأثر لا حتى نشيله ولا هاي. فهاي فترة راحت. وهم سمعت أيضا إنه جاي الكتاب لرفع الحواجز جنابر، فموافقة على رفع الحواجز بس جنابر قالت مخلوها لأن يعني ما مأثر على الشارع. بس هاي صارت الحادثة تقريبا من تقريبا البلدية من أنا. قال على اساس هو راجع عمليات بغداد حصل على موافقه انه رفع الحواجز حتى يفتح الشارع، زين الشارع افتحه ما يخالف، ووقف هنا اسبوع اذا فاتت منها سياره ومن هناك زين، لان ما محتاجه، مو مثلا مسدود الطريق من هناك حتى تقول ضروري انه يضطر يفتح من هناك. هو الشارع مفتوح من جميع الجهات، هو فرعي، فرعي اصلا ما تفوت بالسيارات، يعني انا اتذكر من قبل كان مفتوح يمكن كل 3 ايام 4 ايام منا من يجي واحد منا انا يفتر الفتحه يدخل منا يصعد الصاعده، بس مو فز ضروري. وذاك هناك الشارع ايضا فرع منا يفتر ويا البنايات ويرجع على ذاك الفرع، هم مو تقول شارع رئيسي حتى يفتر، يعني مو مؤهل للفتح الشوارع، بس ما اعرف ليش هذا الفتح. وهاي اللي تشوف هاي الشباب الله يدعتك، هاي الشباب كلها يعني متحمله الحر ومتحمله البرد، متحمله يعني كل هاي الظل على مود حتى يحصل اللقمه الشريفه، اللقمه اللي ياكلها بحلال، ولا يقدر هسه كل الشباب هاي يقدر هسه 5-6 يوقف بالشارع من هناك ويتلقى جماعات ويخطف ويبوق وهاي، بس ما عندهم هاي الحاله، يعني نفسيتهم عزيزه عليهم ويخافون الله، واقفين يتحملون الحيره يتحملون البرد على مود حتى يحصلون هاللقمه هاي الشريفه. عيني احنا مشكلتنا هاي البسطيات داخل هذا الفرع، الفرع متروك يعني هاي صار له سنين متروك، من عهد صدام هو متروك، مسدود صبات من جميع جهات مسدود. زين هسه قبل يومين مخلين قطع رفع التجاوزات، زين فاحنا وين نروح؟ هاي الشباب اللي كلهم خريجين وكلهم اصحاب مهن وقاعدين لا شغل ولا عمل على هالبسطيه هاي وعايشين، زين ماكو فد بديل، اكو ماكو تعيين، زين على الله وعلى هالبسطيه هذه. زين هسه جوك داي يحاربوك ويقول لك شيل البسطيه مالتك، زين هذا اول انذار لكم، هذا اول انذار لنا، اول انذار. زين يعني هذا الشارع ملغي ابن عمي صار له يمكن حوالي سنين من عهد صدام، وهاي الشباب دا اشوف زين وكلهم خريجين لا شغل ولا عمل. زين رحنا البارحه للبلديه مستقبلونا، رحنا العمليات بغداد مستقبلونا، فاحنا ناشد رئيس الوزراء ناشد العمليات بغداد زين ان يسوي لنا حل، يسوي لنا فد بديل. زين وين تتوجه هاي الناس العالم؟ يعني تروح تبوق تسرق؟ زين فاحنا ناشد رئيس الوزراء وناشد عمليات بغداد وناشد مدير البلديه ان يسوي لنا صوره حل. والله يا ابن عمي احنا مشكلتنا يعني تدري بسطيات، وهذا السوق يعني يشمل 4 مناطق،
يعني يشمل الأربع شوارع، يشمل منصور، يشمل الداودي، يشمل حتى حي العدل وحي الجامع. يعني هذا السوق هو محصور بهذين الأربع مناطق. العالم وين تروح؟ أولاً إحنا بسطيات وعندنا إيجارات وإحنا يعني مرتبين أمورنا على هذا الموسم، يعني سنة كاملة إحنا قاعدين امتحانات وتدري يعني مشاكل العالم. فإحنا منتظرين هاي هالشهرين هاي هم يجونا بهال يعني بهالظرف هذا وتعاشي. إحنا مطلوبين، التجار تطلبنا. هسه تاجر بس سمع بالموضوع مالنا، سمع بالقطع، قام يخابر على الإيجارات وعلى حساباتنا. واحنا ما نعرف انه احنا ناشد رئيس وزراء، ناشد بلدية منصور بالاخص، يعني ناشد علي جار الله بانه يشوف لنا حل لهذا الموضوع. صح احنا يعني عندنا تجاوزات وعندنا هذا، بس يريد يعني مثلا نرتب امورنا نرتبها، بس مو مال تعشين يعني سبع ايام. هذا اول انذار لنا، يعني المفروض يعطينا انذار ثاني، انذار ثالث، يعني انت هاي العالم وين بدك تروح؟ انا لا والله لا لا اي بديل ما اي بديل احنا ما عندنا. احنا على الله وعلى هاي البصات اللي قاعدين، هاي العوائل كلها اللي عايشه بال 300 عائله وين تروح؟ وناطينا فوق يعني سبع ايام ورا السبع، يعني يجون يقول لك سبع ايام اجى عصاك انت والبضاعه، واحنا حايرين هسه ما نعرف وين نروح. والله حتى محلاتنا ما انفتحت. السوق هذا صار له 30 سنه، وبعدين هو اصلا مو شارع، هو اصلا سوق، اصلا سوق غازي. يعني اولا شارع فرعي وسوق غازي من قبل هو مسدود هذا، يعني هسه هم ايش ذكرهم به؟ هاي الشوارع كلها اللي فتحوها يعني شعلي هو هذا ما له اي دور. يعني ما اعرف ايش يحسبون حسابات من ده. وهاي العوائل وين تروح؟ والله هاك كل الناس قاعده، حتى مالها واحد تفتح. والله من طون البلاغات لحد الان تجينا بيعات من بيع، ما يعني ما لنا واحد حتى نبيع وما نعرف وين نروح. يعني الناشد علي جار الله بالذات يعني شويه يشوف لنا حل، يتريث بالموضوع، شوف امينه بغداد وبعد شو ينظر لحالنا. والله احنا مشكلتنا البسطيات، احنا ناس كسبه وعوائل تعبانه. زين احنا قاعدين هنا، الله رازقنا سبحانه وتعالى، نطلع المصرف ونطلع فلوس ونطلع الايجار ونروح. زين يعني هسه هو يقول لك انت شيل. زين هو ما فكر باب الايجار اللي قاعد ببيته شلون؟ ما فكر بالدكتور شلون؟ ما فكر بالعيال شلون؟ ما فكر شلون يعني؟ يعني من يقول لك روح. زين انت مطلوب وانت عندك التزامات. زين احنا ايش راح نسوي بيك حال؟ ما عندنا غير بس الله وهم والناشد دولة رئيس الوزراء، الناشد المدير العام، الناشد كل الطيبين، الناشد كل الطيبين خلي يباعون علينا. شنو اللي يريدون احنا نسوي لهم؟ نقص، نرتب، نسوي، شنو اللي يريدون احنا نسوي؟ هو سوق، هو شارع، يعني شارع مو خدمي، فرع يعني فرعي مو خدمي. لو شارع خدمي نقول اي والله، بس هو شارع فرعي. ما حتى عوائل ماكو، يعني بس محلات وبس. هي هاي هي هنا طم الكبرى، هاي البضاعة اللي عندنا وهاي الدين اللي عندنا. زين شلون يعني هاي؟ واحنا اصحاب عوائل. زين هسا زين هذا ابو الايجار اذا سمع، ابو البيت سمع بان انت تشمبر مالتك شايل، ابو البيت هم راح يقول لك يلا يلا اطلع من البيت. مثل ابو لينا ومثل غير ابو لينا، عندنا 70,000 واحد، احنا هسه قاعد ب 500 و600 ايجار. زين هذا شنو مصيره؟ ابو لينا دا يبيع فلافل قطيع الرجال وايجاره 500,000 بالشهر. زين وهذا من غير جهال، هسه احنا ما نحكي على الجهال، نحكي على العيال ولا نحكي على المصرف ولا نحكي. زين هذا شلون هذا ابو الايجار شلون؟ هذا حسن هنا ولا صاحبي ب 650 قاعد وعنده خمس نفر، شلون هسه؟ روح اقعد بالبيت. زين شلون هذا؟ المدارس شلون؟ الجهال شلون؟ والعيشه شلون؟ نريد من الله ومنهم، من الله ومنهم.